تجمعات وتكدسات بشرية وحتى عراك للحصول على ربطة خبز واسطوانة غاز في دمشق وحلب وحمص والغوطة وغيرها من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، في وقت يشهد العالم من شرقه إلى أقصى غربه حالة شلل وإجراءات صارمة لمواجهة تفشي وباء كورونا الذي أصاب حتى اللحظة أكثر من 700,000 شخص وقتل 35,000 آخرين. وهنا تخرج تقارير لتحذر من مخطط جهنمي لنظام أسد يهدف بمختصره لخلط الأوراق وحرق أخرى بفيروس كورونا، والضحية هم الشعب السوري. حتى الآن لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا. حتى قبل عدة أيام كان نظام أسد منفردا حول العالم بإنكار وجود أي إصابات لفيروس كورونا، وفي الفترة ذاتها تصل معدلات الإصابة بالفيروس التاجي في إيران لأكثر من 40,000 ووفاة 2,500، وفي توثيقات لأطباء ومنظمات غير رسمية تجاوز عدد الوفيات في إيران 13,000 شخص. وفي العراق تتحدث حكومة بغداد عن 540 مصاباً ووفاة 40 آخرين. لكن وبالحديث عن العراق وإيران الموبوءة، هل يصدق السوريون أن هذه الزيارات واللطميات هي في دمشق بتاريخ منتصف شهر أذار الحالي؟ آلاف الزوار تتوافد إلى مرقد عقيلة. وهل يصدق السوريون أن هؤلاء بطقوسهم الغريبة وصلوا سوريا حتى بعد إعلان النظام وقف كافة الرحلات مع العراق بداية أذار؟ 7/3/2020 اليوم كان عدد 11. هذا العدد بصراحة الأغالبية العظمى لزوار قدموا من سوريا. محافظ كربلاء يكشف أول أمس عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا لعراقيين معظمهم عادوا من سوريا. تاريخ 15/3 تم الدخول للعراق إلى محافظة كربلاء. وفي سوريا فجأة يصدر نظام أسد أوامره قبل أسابيع لخفض كميات اسطوانات الغاز والطحين المورد للأفران، والنتيجة عدا عن مزيد من إهانة كرامة السوريين تحويل سوريا لحقل خصب لفيروس كورونا. لكن وفجأة أيضا يصدر بشار قرارات بتسريح 10,000 العناصر والضباط الذين خالطوا الميليشيات الإيرانية والعراقية المصابين بكورونا، وكل هذا قبيل التأكد من تحويل سوريا لبؤرة حقيقية، ثم الإعلان عن أكبر موجة تسونامي بالوباء التاجي خلال شهر إلى شهرين. والحديث هنا عن كم أخبار هائلة جميعها متعلق بسوريا لأعداد الضحايا والإصابات وضعف الإمكانات وغيرها من خلط للأوراق يضيع فيها مئات آلاف المعتقلين في سجونه وأقبيته، ومئات آلاف آخرين جرى حرقهم وتصفيتهم في أفران سجن صيدنا، في حين لن يوفر نظام ارتكب مجزرة الكيماوي وقتل أكثر من مليون سوري خلال 9 سنوات مئات آلاف الإصابات بفيروس كورونا أو حتى مثلهم من الوفيات لمؤيد ومعارض بمناطق سيطرته. هدفه وغايته منذ 50 عاماً الجثوم على السوريين وسرقة سوريا ولو كانت ركاباً.